gonna be a filmmaker. Maybe. Well, actually, kind of sure. See movies and judge and do a Q&A with the actors and the directors. I want to watch that movie again. Watch movies! Forever! I would like to be a filmmaker to send a message to other people. And you're gonna choose the best movie of the festival, that's it. Love a girl. This festival is for you guys, and you guys are the heart of it. All of this festival, everything we do is for you because you are the official jury, you choose the winning films, and you make, in the future, the best leaders ever. ضمن فعاليات مهرجان أجيال تم عرض فيلم The Idol لمستوحى من مسيرة نجم برنامج الهوات Arab Idol محمد عساف، وهالفيلم بيلاحق مسيرته وطفولته وصولاً لفوزه بالبرنامج سنة 2013. The Idol من إخراج السينمائي المعروف هاني أبو أسعد. يلا يا محمد عجل، بعد 5 دقائق إعلان نتائج. قصة محمد عساف وصوته طبعا مع بعض، القصة والصوت عملوا تفاعل عندي اللي هو طلع كبير، وحسسني انه مع انه انا بشتغل بالفن صار لي 20 سنة، بس حسسني قيمة الفن، انه الفن ممكن يكون اكبر بكثير من الحواجز اللي بحطوها علينا ومن الزمن، ويكون يعني الفن يعني الصوت الصادق، صوت محمد الصادق وقصته تعدت كل الحدود. بدنا ادوات موسيقيه. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. الشعور اللي حابب اشاركه مع جمهور عريض هو المشاعر والتفاعلات الانسانيه اللي بفوت فيها الفلسطيني او الانسان العربي المكموع، وما بحسش ب شفقة عن نفس. أصعب شيء بالأفلام اللي هي عن حياة وعن حياة إنسان موجود مش إنسان خيالي بالكامل، اللي هي دمج بين الواقع والدراما حتى تفهم، حتى الجمهور يقدر يفهم شو يعني. شفت حلمين بدك تعمل فرقة موسيقية وتغزل في هذا الوقت؟ والله إنك مجنونة. صعوبات إن أخذنا موافقة بالأساس من إسرائيل إن نقدر إحنا الطاقم وطاقم صغير، فتنا 10 أشخاص بس، إنه نقدر نفوت على غزة، وعبين ما يجيك موافقة من هالشكل بدك واسطة وبدك وراق وبدك كتير أمور، فهي جدا كانت صعب الموضوع، بس طبعا قدرنا نعملها. ولما فتنا طبعا على الحدود على التشيك بوينت اللي هي ايرز اسمها، على الحاجز ايرز، كان شوي في اسئله واجوبه، واخذوا كل شيء منا، جوازات سفرنا، هوياتنا، تقريبا ما ضل معنا شيء غير الكاميرات ففتنا فيهن. وطبعا الصعوبه لما فتنا على غزه وشفنا الدمار، صعوبه نفسانيه كثير، كل الطاقم ما قدر يصور وما معناش كمان وقت نصور، كثير كان صعب علينا من ناحيه مشاعر. وهذا ولما طلعنا قالوا لنا لازم تكونوا بوقت محدد على 12:30 الظهر، والا ما بتقدروا تفوتوا على اسرائيل، لانه كل شيء معهن، اخذوا تليفوناتنا لما فتنا وشافوا ايش صورنا وهيك، فيعني هيك هيك مختصر مفيد. انت بتقدر تعمل اكثر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمه. ماشي. عرض علي انه انا امثل، وصراحه الحوا علي انه انا امثل، طبعا انا كنت رافض انه انا امثل لعده اعتبارات، انه خلص انا مبسوط في المجال اللي انا بشتغل فيه، يعني بتعرف الاغاني هذه يعني اعز على قلبي من اي شيء اخر، وبالفعل يعني حتى هاي اللحظة أنا مقتنع جدا إنه أنا ما شاركت بالتمثيل بهذا الفيلم، تعرف خاصة كمان ليش؟ لأنه قصة حياتي، يعني قلت إنه خلص إنه محمد نجم بفترة بسيطة جدا وكل العالم والصحافة بتحكي عنه، فقلت إذا فت مجال التمثيل كمان حقول لك خلص يعني استلمتنا كثير هيك. الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون النجم الجديد في برنامج Arab Idol. أنا لازم أروح مصر. أنا لازم أطلع من هذا المكان. قصة حقيقية، أنا المعاناة اللي أنا عانيتها شيء كتير كتير صعب، يعني
شيء مش ممكن يتخيله إنسان إنه ممكن تمر مراحل بحياة إنسان مجرد إنه اللي بده إياه إنه هو يغني والناس تسمعه. بتعرف سبب ظروف الاحتلال والحصار، ظروف اقتصادية وظروف اجتماعية، فالقصة بحد ذاتها يعني شيء كتير صعب، لكن العبرة في القصة هي الأمل. يعني أنا حابب أوصل رسالة للعالم وللشباب العربي إنه يتمسك بالأمل. أنا عايش بمنطقة ظروفها كلها صعبة، أنا يعني موضوع إنه أنت تسافر خارج البلد عندنا شيء شبه مستحيل، حلم عند بعض الناس، حلم إنه يسافر، يعني أنت متخيل؟ شو هالمحاضرة؟ لازم نوصل صوتنا للعالم. موزع كل التذاكر. سألوا هان من الساعة 6. الناس صار لهون على الساعة 6 من يومين. إزمة عندك. أنت أول شخص جاي من غزة بتعرف؟ أنت لما بتغني بتعطي أمل لملايين الناس. طمني انشغل بالي عليك، حيصيروا سنتين ما بتحكيني انت نسيني. في ان شاء الله اغنيه سنجل قبل نهايه السنه، يعني خلال الشهر الجاي راح تنزل. يلا هاي سكوب، هاي من هاي كلمات نزار فرانسيس والحان رواد رعد. ألبومي إن شاء الله تقريباً بعد الأغنية حيكون بشهرين أو ثلاث شهور رح ينزل. الألبوم متنوع، في مصري، في لبناني، في شامي، بشكل عام يعني حيكون في توليفة هيك متنوعة إن شاء الله. هذا ثاني ألبوم يعني. لوين بروح وانت منك معي، عملي مع اليونايتد نيشن هو عمل كتير صعب صدقيني مش هين. يعني أنا بشتغل في أهم مؤسسة تابعة لليونايتد نيشن واللي هي الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. نعمل بنحاول دائما نجمع تبرعات للوكالة اللي بتقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين في مجموعة من الدول اللي هم مخيمات الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان. بنقدم خدمات حتى داخل الأراضي الفلسطينية، بنقدم خدمات بالرعاية الصحية، المرأة، الطفل، حتى إعادة الإعمار خاصة بعد حرب غزة الأخيرة اللي العام الماضي كانت. يعني بنشتغل على كذا صعيد. وقعنا العديد يعني من خلال توقيع مع عدد من المؤسسات الدولية دعم مادي له علاقة بالمشاريع اللي حكيت لك عنها اللي هي إعادة الإعمار غزة، مواضيع لها علاقة بالطفل وبالمرأة، ونشاطات كتيرة بتهتم باللاجئين الفلسطينيين اللي هم أكثر من 7 مليون لاجئ بتركزوا بين فلسطين ومخيمات الأردن ومخيمات لبنان ومخيمات سوريا. وقدسنا مصر. مهما صار لو بتتذكريني كيف بتذكرك، مهما صار واحكي اخباري على مسمعي. بدي اقول لهم للجمهور الله يعطيكم الصحه يا ربي والعافية يا ربي، وكل سنة وانتم سالمين بمناسبة رأس السنة يا ربي. يكون أملنا إن شاء الله هذا العام يعني يكون في أمل وفي سعادة رغم الظروف اللي بعيشها عالمنا العربي، لكن ما بنفقد الأمل دائما، وهذا هو المفتاح اللي راح يخلي عنا البسمة ودائما التفاؤل رغم كل هالظروف اللي بنعيشها. وكل عام وانتم بخير.
تابعوني عبر برنامج باب أب محمد عساف. نتمنى لمحمد عساف الاستمرارية والنجاح.